عمري 18 سنة، ووالدي ترك الإنفاق علي وعلى والدتي، ويستمر في الكلام على هذا النحو حتى يقول إنه لم ينفق علي وعلى والدتي، ولم يسمح لنا بأن نأخذ إنفاقا من الدولة، إذ أن الوالدة لا زالت في عصمته، وهي تخشى أن تتقدم إلى المحكمة لطلب الطلاق. وجهوها جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز لوالدكم أن يمنع النفقة عنكم أو يقصر فيها ويضيق عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء مثلا أن يضيع من يمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. الله جل وعلا أوجب نفقة الزوجة على زوجها، أوجب نفقة الزوجة على زوجها. قال تعالى: لينفق من سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأوجب نفقة الأولاد القصر، ما في قوله تعالى لما ذكر نفقة الحامل والمرضع، قال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. الحاصل أن نفقة الزوجة أمر واجب بنفس الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، لأنها محموسة عليه، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: إنهن عوان عندكم، يعني محموسات، فتجب نفقتها على زوجها بالمعروف من غير تقسيط ومن غير إسراف. وكذلك نفقة الأولاد القصر واجبة على والدهم، والتي حق المطالبة للزوجة، حق المطالبة بنفقتها، وكذلك للمرأة مطالبة الزوج بنفقة ولدها الصغير. قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت قصة من النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: إن هذا سفيان رجل صحيح لا يطيل ما يكفيني وولدي، فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، دل على أن لها حق المطالبة بذلك عند أولى الأمور. وإذا سمحت ورضيت أن تبقى بدون مطالبة فهذا راجع إليها. جزاكم الله خيرا.